عندك والو ايه ما كتسمعتيش حكا 12 ترانات. المغرب عنده البوراق اش عندك انت؟ ايه المغرب عنده اكبر مول في افريقيا اش ما عندك انت؟ المغرب عنده اكبر ميناء للصيد البحري اش عندك؟ المغرب كيوكل اوروبا من الخضروات والفواكه انت اش عندك؟ ما تبقاوش عايروا الناس بالتطبيع وانتم اكبر مطبعين مع من قطع جماجم جدودكم. إيه ما بقاش نقش معك التاريخ لأن التاريخ لا يرحم ولا يزور. حنا مملكة إمبراطورية وحكمنا فيكم بالتاريخ وبالأوراق وما طلعناش نقشوا معكم التاريخ. طالعين نقشوا معكم هنا الحاضر. أطلع عطيني مشاريع بلادك هنا 2022 ملي تقول لي أنا قوة ضاربة قول لي أنت أش كتصنع؟ أنت برا ما كتصنعهاش. السلام عليكم خوتي العزاز، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. كنتمنى باش تفاعلوا مع هذا الفيديو ديروا لايك قبل ما تفرجوا لهذه الحلقه لان هذا اخطر فيديو غادي نشوفوه اليوم اخوتي العزاز على واحد المباشر مع واحد الاخت مغربيه عندها واحد الحساب على التيك توك اللي غادي نخليه لكم في الوسط الرابط ديالو. اللي بغى يدخل عندها يتفرج في المباشر لان كدير حلقات صراحه واعرين وبزاف كتطلع مغاربه وكتطلع جزائريين وكيطلعوا معها حتى من القبائل وكيهضروا على الصحراء المغربيه وفي نفس الوقت كيهضروا على المغرب. طلع واحد جزائري وكيقول بان احنا الجزائر قوه ضاربه وحنا الجزائر المهم نفس الكاسيت اخوتي العزاز كي محفظين لهم هما لهذا الشعب الجزائري ولا النظام ديال الكبرانات. وفي نفس الوقت كيقول بان المغرب طبع مع اسرائيل وجاب لنا الاسرائيليين للحدود. ولكن اخوتي العزاز كتجي المفاجاه ديال واحد المغربيه حره اللي كتطلع وكتعطي العصير اللي صراحه اكثر من 10 دقائق ما سكتتش 10 دقائق وهي كتعطيه الدق والسكوت حتى ذاك الجزائري هرب من ذاك اللايف كاع ما بقاش كيبان. المهم خوتي العزاز غادي نخليكم تصمتوا وتحكموا وتعطوا لي نتوما الاراء ديالكم في التعليق. ماذا بكم تفاعلوا مع هذا الفيديو بشكل كبير وتعطوني لي لايك ديالكم. بغيت هذا الفيديو خوتي تزلزل بلي لايك وتزلزل بالتعليق. كتب الله الوطن الملك كتب الصحراء المغربيه باش يطلع هذا الفيديو ويشوفوا بزاف ديال المغاربه باش يعرفوا الحقيقه نتاع هذا الكراغله غير الشفوي. مين كيطلعوا اي فشي لايف كيهضروا بجوج كلمات ثلاثه وكيهربوا بحالاتهم. تحيه كبيره لهاد المغربيه اللي بهدلت لي هاد الجزائري وبهدلت لي الجزائريه اللي دائما كيدافعوا على النظام ديال الكبرانات. يلا نشوفوا الحلقه ونتلاقاو. أشعة ها إسرائيل ما دارتش فينا اللي دارت فيكم نتوما. أش دارت فيك أنت إسرائيل؟ أنت خاصك توقف ضد فرنسا. أنت ملي تجيب لي رئيس وتخرج أمك تزغرت عليه وتخرج أختك تعنقوا باللحاف أو فيفا ماكرون فيفا ماكرون جينا تبجح عليا بالوطنية. نتوما الشعب أسود في المواقع وقرودة في الواقع. إيه هادو هما نتوما باختصار. نتوما اش من قوة اش من قوة ضاربة اش كتصنع؟ انت كجزائري اش كتصنع؟ انت ما كتصنعش حتى شي حاجة ما عندك والو. ايه ما كتصنعش حتى 12 ترانات. المغرب عنده البوراق اش عندك انت؟ ايه المغرب عنده اكبر مول في افريقيا اش ما عندك انت؟ المغرب عنده اكبر ميناء للصيد البحري اش عندك؟ المغرب كيوكل اوروبا من الخضروات والفواكه انت اش عندك؟ ايه وريني انت اش عندك؟ عندك البلابلا عندك الدوبان طالقوا لينا. على ما كدافع كدافع على نظام لا يدافع عليك. نظام كيدافع على البوليزاريو وكيصرف على البوليزاريو ومعيش البوليزاريو. انت اشنو عندك؟ ايه اجي تشوف البوليزاريو في الصباليون كل واحد فيهم عنده دار. انت اش عندك؟ ايه ما عندك والو. ايه انت عندك اهل الدور وسط المغاربه وتبقى عليهم حنا. خرجوا 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 من ديك البروبوكاندا اللي معيشكم فيها ابو خروبه من الستينات بانكم قوه ضاربه. إيه القوة الضاربة هي اللي كتصنع السلاح. القوة الضاربة هي اللي اقتصادها قوي. القوة الضاربة هي اللي كيكون عندها نظام ملتزم وقوي. درتوا قمة فشلتوا فيها وكنتوا قوة وكنتوا بلاد نتوما عندكم قيمة كون جاو لكم الملوك. ما جاكم حتى شي واحد. إيه ما جاكم حتى واحد وما اعترف بكم حتى شي واحد. جميع الدول مع المغرب كانتو كيوقفوا كيمشي عندكم كيمشيو للوزراء ديالكم الامم المتحده كيسمعوها بالعلني. كتطلع السعوديه كتقول لكم امن المغرب واستقراره من استقرار السعوديه وكترد عليكم الاردن ومصر والبحرين وجميع الدول العربيه. ومع هذا كتشيتوا ليهم وكتطلبوهم باش يجيو عندكم. ما تبقاوش عايروا الناس بالتطبيع وانتم اكبر مطبعين مع من قطع جماجم جدودكم. إيه إلا بغيتي تكون أنت واعر وضد التطبيع هي إلا شحنتي لي دوك الدبابات ديال روسيا. روسيا هي العين اليمنى ديال إسرائيل. أنت مطبع مع روسيا واش عرفتي روسيا شكون هي؟ واش عرفتي شكون هي روسيا؟ إيه هي إسرائيل تماما. أنت بلادك عندك أدوية صنع إسرائيلي. إيه سلاحك صنع إسرائيلي. أنتوما في كورونا جات أمريكا جابت لكم مستشفى كامل بناتو ليكم داخل الجزائر باش تساعدكم والأسرة من صنع إسرائيلي.
ونعستي عليه وداويتي بيه. ايه دا تشب الزموا الصمت متقوش هضروا بزاف لحقاش كل شي كيضحك عليكم. ايه شوما كل شي كيضحك عليكم الشعب البلا بلا 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 طبعي مع اسرائيل اعداء الله. انا ما لقيتش واحد عدو الله قدكم. كتسبوا الرب عندكم مصنع الخمور عندكم القرقوبي تبون بزناز ولدو خالد بزناز كتضربوا الاعراض كتسبوا الامهات كتقذفوا جميع الشعوب. ايه منتشرين بجميع جميع المواقع تسبوا الام تسبوا الاخت تسبوا بعضياتكم. انتم مع بعضياتكم وما مساهلينش. بركة 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 ايه حبسوا شوية حبسوا شوية بركة بركة. الناس كتضحك عليكم. ملي طلع تبغي تناقشني طلع لي مشاريعك انت طلع ما تبقاش تناقش ما تبقاش الله يعطيكم السر ما تبقاوش تقلدوا راسكم ما تبقاش دير راسك مع المغرب. انت خاصك تمشي تكون ايه فحال قطر وفحال دبي لانك انت دولة عندها البترول وعندها الغاز وعندكم فوسفات وعندكم الدب وانتم قارة. هذيك القارة راه هي مجرد أراضي مغربية وتونسية وليبية وجزء من مالي. فرنسا اللي اقتطعتها وعطتها لكم. فرنسا من تحكم انتم دولة عندكم وزراء حاليا بجواز فرنسي. فرنسا اللي كتحكم. اي جوج عندكم دابا نتوما هذاك تبغوا كتعتبروا رئيس. اي داك انا ما نعتبروش رئيس وما رضاش. سميرة اخويا سد الميكرو. انت ماشي انت اللي غتقول لي سدي الميكرو. ماشي اللي قلتي لا عليك انت لا ماشي معاك سمير. اذا ما تبقاوش تطلعوا تبجحوا علينا هنا. ايه سيروا بنيوا بلادكم سيروا ديروا مستشفيات سيروا ديروا بنيه تحتيه سيروا ديروا ملاعب سيروا ديروا رئيس عنده شي 30 ولا 40 ولا 50 ماشي واحد ولده غبار ودخل الحباسات. ايه سيروا شوفوا حياتكم راه الشعوب كتضحك عليكم. المغرب هراب عليكم. إيه ما بقاش نقش معك التاريخ لأن التاريخ لا يرحم ولا يزور. إحنا مملكة إمبراطورية وحكمنا فيكم بالتاريخ وبالأوراق وما طلعناش نقشوا معكم التاريخ. طالعين نقشوا معكم هنا الحاضر. أطلع عطيني مشاريع بلادك هنا 2022 ملي تقولي أنا قوة ضاربة قولي أنت أش كتصنع. أنت برا ما كتصنعهاش. أنت كتستورد المايونيز أنت كتصرب الحليب. يا بنت المملكة يا بنت المملكة أنا بنت زعتر أنا لا بنت زعرية غيرك راكي من نرفزك كدوري أفلي معك. يا بنت المملكة شوفي شوفي يا بنت المملكة معانا 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 يا بنت المملكة أنا جزائري. يا بنت قالك واحد شكون رد بنت المملكة. أي نعم بنت مملكة 14 القرن احنا عندنا 40 مليون جندي يا بنت المملكة. اوكي احكي مني مالك. والملك عنده شجرة وعنده سلالة وعنده أصل وعنده فصل وانا غنثبت لكم بان احنا قوة ضاربة. لم يحضر الملك للقمة فلم تحضر جميع الملوك وجميع عندنا 40 مليون جندي يا بنت المملكة. صمتي لي بلاتي صمتي لي راه قالك عندنا 40 الف راه قبيلي. خلوا بنت المملكة تكمل من فضلكم انا مزوجة غنكمل وغنزل. حضر لكم بوريطة حضر لكم بوريطة بكلمة واحدة حطيتوا الخريطة بحل الكلاب كلها ونزلتوا اعتذار وما جاكمش الملك وجميع الملوك ما جاتكمش. سمعتي؟ وسيروا تكمشوا وسيروا ضروا بجنابكم وسيروا عطوني اتساع. احنا عندنا 40 مليون جندي يا بنت سمير. من فضلك سمير الله يرضي عليك خليها تكمل تسالي يا سمير. ما تهضرش معايا حيت إلا هضرتي معايا غادي نخرج لك طول وعرض في جدودك. ولا ماشي معاك راه ماشي معاك لا بنت المملكة تصنتي راه الدري قبيلي كيدير على القبيلي قبيلي قبيلي صوتي فينا تاعنا هذا راه قبيلي كمان انت ديالنا انت الرجولة كمان انت الرجولة يا سي الرجولة. تحياتي بنت المملكة لابو الشريسة وسيروا شوفوا شغلكم وسيروا ديروا لكم مستشفيات وسبيطارات وجيبوا لكم الزير الله يعطيكم الدل. انتوما شعب مدلول انتوما الشعب انتوما هما العابين
نتوما عابد ملي غادي يجيبوا لك نزار وغتجلس تصفق عليه انت عبد. نتوما دخلتوا ماكرون كان راجل طلع سميتو شاب ماكرون الديسكو المغربي، جيبي لي الزهوريه تسلم عليه، جيت تبجح عليا انا هنا ماكرون كيعبط على القبور ديال الشهداء عطيونا التيزاتين وبعدو وعاش الملك عاش الملك عاش الملك وغادي تعاود هذه بالبند العاري. لم يحضر الملك للقمه لم يحضر الملك للقمة فلم تحضر جميع الملوك. لم يحضر للملك للقمة وليتوا أقزام في إفريقيا صافي. الله يخلي لكم البوليزاريو وتصرفوا عليها. انتم شدوا لكم أكبر قالب مغربي وقلتوا عليه انتم 40 مليون. يلا وصلوا حط مخلخ الصلاة. يلا صحيح صحيح. بنت المملكة عملي لي أبوني. بنت المملكة من فضلك أنا بنت المملكة فيك فيك تنضرب على الدولي يا راسي. هو انتم كتدوروا علينا هنايا تدوروا علينا قوة ما مقوة ضاربة. أنت ما كتصنعش الجلبرة تش قوة ضاربة كدير. عندنا 40 مليون جندي هبط المغرب هبط المغرب. عندنا 40 مليون جندي 40 مليون جندي اصلا المطيشه 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 كتسمعش راه كتهضر غير تهضر. ايه يهوديه شالوم انا يهوديه شالوم شالوم. مازلتو اختي اختي يا بنت المملكه راه حنا كاع اللي معاك هنا في الديس. برافو ليك بنت المملكه. ها انا عرفتيني شكون بعدا ولا انت نظرتي بيا معليش قرات محليه خويا محليه ما كاين مشكل. الانترنت هو عندك قدامك راه قبايلي هذاك هذاك قبايلي لا قبايلي قبايلي. اي هودي يعني هودي شالوم شالوم حبيبي شالوم عاش اسرائيل عاش اسرائيل من الاخر. شوف اعملي لي ابو بنت المملكه اعملي لي ابوني باش نعمل لك انا ابوني اوكي. راه اللي معاك هنا عادي ولنا قرو علينا يا لا ثقافه لا وعي لا سبيطار الحماق سبيطار الحماق. خاص لحالكم بويا عمر جدكم ربطوا جدي ماكم بالسلاسل ونخو عليكم غاز العرض غادي الافريقيا وسخ ديال افريقيا راح قوة الضريبه. عاش المالي صافي عاش المالي تيندوف مغربيه تيلينسان مغربيه الصحراء الشرقيه مغربيه. انتوما كلكم حكمكم مغاربه. شكون اللي حكمكم انا قول لي ماشي بوتفليقه مغربي. ها كمال زيدني اخويا زيدني بن بالله بن بالله مغربي 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 محمد بوخروبه مغربي الامير عبد القادر مغربي كلهم مغاربه مغربي. وحتى تبون قالوا بانه مغربي من مغربي انت هو من المشريه انت هو من المشريه والجزائر والجزائر مقاطعه فرنسيه. ملي تقطع انت يدك مع فرنسا وملي تجاوب وزيره الثقافه اللي قالت لك الجماجم هي ارتلانا وملي تجاوب جاوب هذاك اللي قال لكم بان واش عطاوكم عطاوكم الريوسه ديال الشفاره وطالع هنا تناقش معايا واش عطاوك راس ديال الشفار طلعتيه درتي ليه العالم ديالكم وانتم اصلا النشيد باقي عند فرنسا والعالم دارتو ايميلي والوزير عندكم في جوازة فرنسا ضعتوا لنا راسنا صدعت كيضحكوا عليكم الناس. انتم وليتوا ضحكه ضحكه وليتوا ضحكه انتم وليتوا ضحكه وسط عباد الله انتم وليتوا ضحكه. اطلع خوتي العزاز بيني وبينكم كيفاش جاتكم هذه المغربيه صراحه بهدلت لي هذا الجزائري. علاش؟ لانه طلع وبدا كيقول حنايا قوه ضاربه وحنايا كذا وحنايا الجزائر. ولكن صراحه تحيه كبيره لهذه الاخت المغربيه اللي بهدلت لي هذا الجزائري على المباشر. ما بقاش كمل معهم رجع هرب ولا غير كيتصنص. خوتي عزاز شكرا لكم بزاف وسمحنا لكم وطولنا عليكم. الناس اللي مازالوا ما شاركتش معنا مرحبا بكم خوتي عزاز شاركوا فعلوا جرس. مازال ما درتيش لايك دير لايك لهذا الفيديو باش يطلع بزاف ويشوفوا بزاف ديال المغاربه. خوتي العزاز الى حلقه اخرى ان شاء الله. ديما مغرب والصحراء مغربيه. السلام عليكم.